بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We believe in God. We trust in God Himself. بسم الله الرحمن الرحيم. مانگنے جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ 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 اللہ. مانگ لیں جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا إن كانت الله سيئة واحدة
تنفع ذوق خامدون يا ساتر للعباد ما يأتيهم من رسول لله كانوا به يستهزئون لم يروا كما لقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها من فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سياة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيننا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ودوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا ينكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان أيام يلقى القول وللكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أناما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم
المرسلون وما يولدون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافي البلاء والوباء والكاتب المرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب